حناني اللي انحكيت تقبريني. عشليكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. طمني ابو حاتم. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. الله يهدي بالك يا ابو حاتم، بحبي ما تستاهل لك الخير. يلا يلا يلا، تفضل حكيم، تفضل. يلا يلا تفضل. يا رب يا مويز، يا رب يا الله. هون العيال حكيم، مين في عنده جوا؟ عند الحريم وعند الداية ام زكي. ممكن تناديلي للست ام زكي؟ على راسي. يا ست ام زكي، ام زكي. نعم ابو حاتم. لحكيم حمزه بده يحكي معك. اتفضل حكيم. يا ست ام زكي، ولاده الست ام حاتم صعبه كثير لانه حوضها مكسور. هاي معروفه يا حكيم، اصلا انا قلت لهم هالحكي. يلي بدي اياه منك يا ست ام زكي انه تنفذي كل حرف بقول لك عليه. حاضر. أول شي ما بدي الست أم حاتم تحرك حوضها لما بتجي الطلقة القوية. شلون يعني حكيم؟ يعني يا ست أم زكي، خلي حدا من الحريم اللي عندك يساعدوكي، وحدة تمسكها من طرفها اليمين وحدة من طرفها اليسار من عند الحوض، وبحنية ويثبتوها. حاضر. وتاني شي؟ تكا تكا حكيم، تكا رجعت لها. أم حاتم، أم حاتم، طولي بالك، طولي بالك عيوني. طولي بالك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اللهم صلي على النبي. قربتي قربتي قربتي، قولي توكلت عليك يا رب العالمين. يا رب اخ موجوعه موجوعه موجوعه. الحق معك تقبريني، شو بقدر اساعدك؟ توكلت عليك يا جبار الخواطر. ولادتها صعبه يا سيد ابو حاتم، ويمكن الولد ما ينزل بسهوله. المهم ام حاتم يا حكيم، أنا مسلم أمري إلى الله، وأنت شوف شو الله بيرحمك ساوي. إن شاء الله ما معتازنا نقول عنه. ست أم زكي، ست أم زكي. نعم حكيم. شو صار طمنيني؟ ما صار شيء. الست أم حاتم ليش ما عم تطلع؟ ما بعرف. لك شو صار لها؟ ما في شيء حكيم. لكن ليش ما عادت طلقت يا ام زكي؟ والله ما بعرف، يمكن كانوا طلقات كذابيه وراحوا. ام زكي تعالي عندي شوي. يلا. نعم حكيم. هلا انت شهرها يا ست ام زكي؟ هذا شهرها. ومين حسب لها؟ انا وياها. شلون؟ شو شلون؟ مثل ما بحسب لكل نسوان الحارة. يا ست أم زكي لا تجنيني، قولي لي شلون وأيمتى حسبتي لها؟ هلأ جاي أنت تمتحني بعد ما ولدت كل اللي حواليك بعد أبو حاتم؟ يا ست أم زكي الله يوفقك، الست أم حاتم عم تستنى جوا، خلصينا. هذا يا سيدي إذا قلنا يعني أيمتى مات أبو عصام؟ مين هذا أبو عصام؟ شو حاسة أم حاتم؟ إن شاء الله تحسنتي. ما بعرف، كأنه ما في طلب. والولد أم حاتم لساته عم يتحرك لما؟ الحمد لله اطمن، ما في شيء، كل شيء تمام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يسامحك يا ست أم زكي، كل حساباتك غلط، مو هلا موعد ولادتها. شلون يعني؟ اذا بتريدي ناديلي للسيد ابو حاتم. يحرقوك يا ام زكي، لك شو هالحكيات هدول؟ خرفتي انت الشيء؟ ايه والله يا خالي ام عصام، والحكيم يقول لي احسبي لي، تقول له ايه روح روح، هلا انت بدك تعلمني حساب المطلقات، يمكن انا مولدتك على ايدي. يوي بعت لك الهنا يا حميده لتقوم تزعلي مني. وانت الثانيه ام حاتم، شو اول مره بتحبلي ولا مرض ام زكي عداكي؟ لا حبيبتي مستعجله على الصبي، بدها تنزله لو انه ثمانيه. يوي نتفوكي يا ام زكي، مو انت اللي حسبتي لي وقلتي لي هذا شهري؟ اها هلا فهمت يا ام حاتم، معناتها ام زكي مستعجلة على الحلوة. لا حبيبتي انت ما بدي باخذها، وبدون اولادي، لانه هدول بيت ابو حاتم، بيت الكرم والجود، مو مثل بعض جماعه بيطلع منهم القرش ممسوح. لا ما حدا بيطلع له يحكي على كرم فريال، طالع لعمه الزعيم ابو صالح الله يرحمه. تسلمي لي يا سعاد خانم، وانت كمان جوزك الله يرحمه كان زينه اعضوات الحاره. يا عيني
اجوا بيت فستو. وشو قاتلي يا ام حاتم حتى صار معك هيك؟ الله يصلحن، البنات كانوا جايبين بليله، ومن هي شوي ومن هي شوي انتفخ بطني، وكنت مغداي فاصوليه حب عيشه خانو، وصرت ولول بهالليل وما حس الا طلق رسمي. لك عن حبيبتي لك عن بليله ابو غالب، ان شاء الله يعدمني اياها يا حق. بتنفخ وما بتخلي الواحد ينام طول الليالي. ظاهر دايتي يا ام زكي مو هيك؟ وينك فريال؟ شايفتك اليوم مستلمتيني، هلا بحط مقلايتك على النار. ها بتعرفيني فريال؟ ايه شو صار معك؟ مشان شو؟ بنتك لطفيه بدها تضل عندك بالبيت؟ ما حكينا بالموضوع سعاد وخلص مشي الحال. ايه مثل ما بدك. ايه ليش لا؟ فهمنا، امتى رح تطعمونا؟ عصافير بطني زقزقه، خلصوني. شي كان فات فوتو مثل العادي، وطلع مكسور خاطره هو ورجاله. ان شاء الله يتحيون ويعمل حاله بضاي، بدي كسر له الراس. لا لا بشير روي، هالمره حاسبها منيح. ان شاء الله يكون حاسبها احسن ما ابتلى فيه. انا لحالي سويت المربع والليوان، ارض ديار وغرفه امك. ولطفيه شو ساوي؟ ساويت غرفتها والمطبخ. يعني اشتغلت؟ اشتغلت بس مو قدم مني ابن عمي، والله انا هلكت لحالي. ايه خلاص خلاص، بكره بدك تتعودي انت ولطفيه تقوموا بشغل البيت كلياته. وينك؟ اذا بدرى انه امي مدت ايدها على غراض بدي انقرق منكم خيرات الله. مالي عرفان السكنه عند الحمايه هيك ابن عمي. شو قلتي روحي؟ لا تكوني مفكرة انه امي بدها تخدمكم وانتي والست لطفية قاعدين بغرفكم عم تفصصوا بزر وتطقوا حلق. شوفي يا توب، لسه اليوم اول يوم، ما بدي مشاكل من شان الله، والله راسي واجعني. يلا يا توب روحي حطي لنا غدا انتي ولطفية. يلا. حاضر ابن عمي. لك يسلم لي هالحاضر، ما احلاها من تمي. يا حبيبي بلشنا بالمشاكل. بعد بكرة عندي أول روحة على القصر العدلي، ورح أخذ معي الشهود أبو حاتم وأبو مرزوق، لأنه بدهم يشهدوا على بيع البيت لأبي الله يرحمه. يوه وضروري تأخذ معك شهود. لكن يا مو هيك قال المحامي اللي وكلته. إيه بلكي الله بيحل عسيرة وبتنحل قصة عمان. عمي ماله غير حصة صغيرة يا دلال. لك إن شاء الله القاضي بياخذ لك حقك وبيطالعه برا لعمك هذا. صحيح يا مو، الشجرة تبع العيلة وينها؟ لشو بدك إياها؟ بدي أعرف مين قرايبين أبي. بركي بكرة سألني القاضي، ما بدي أعرف شو اسم جده لجدي، أمه أخواته. إيه بس هاد الحكي ما رح يفيدك بشي. شلون ما رح يفيدني؟ طيب بركي عندي عمي عايشة وأنا ما بعرف عنها شي. شجرة العيلة مو عنا يا مو. ليش وينها يا مو؟ يو إيه مسروقة من 50 سنة. ليش ما عم تشتغل يا أبي؟ ظهري عم يجاني يا أبي. شفت ما قلت لك أبوك ضعفان؟ طيب من شو مشاكل ظهرك يا أبي؟ وقعت على الأرض يا أبي، وقعت على الأرض. راح الشر عنك يا أبي. شو عم تساوي على التخت جنب ابوكم؟ بعده عنه لشوف. بدنا نلعب معه يا مو. شو فيه؟ لا بعده عنه، ابوكم بده يشرب الشوربه ويرتاح شوي. لا معلش بولان تركيهم. لا ابن عمي هلا بكبوا عليك الشوربه. يلا قوم خذ اختك وقوم العبوا بارض ديار اوام. حاضر يا مو. يلا يا ابي يلا الله يرضى عليكم يلا. قوم ابن عمي كول. ما بقدر حرك ظهري لك بولال. ولي على قامتي لساته عم يوجعك؟ حاسه شافي وحدي. اي والله لازمك حكيم يشوفك. ما بدها ما بدها، كلها كم يوم بطيب وبرجع على شغلي ان شاء الله. تحت امك ابن عمي. بسم الله بسم الله. عدس Hey! Hey! Hey!